يابا تقول اذا يريد يصور لازم هو يعطيني فلوس، مو تدللين مو تدللين انطيش حتى هذا الهوى اللي نشتمه. حياك اهلا وسهلا، هذا بلدك الثاني. شنو يعني؟ ما دل... ما هي ما جاي تمشي شنو احكي انا. شنو سوي سوي كنت لي خلص وروح المكان ان شاء الله. هذا المكان بعد كم يوم راح تشوفونه في سبرايز يقتل. اي والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شو اخبارك؟ بدور عليك مشتاقين يا بعد قلبه علاوي. هلا والله جزتك. يمتى بلش؟ شوف علاوي صار له 50 ثانيه من بلش. علاوي سؤال فدوة، ايش قد يسحبك؟ قد الدنيا. قول والله شوف اصارك انا زين محمد داوود قد الدنيا والله. هلا انت خوش ولا فدوة والله؟ والله علي جوحي خوش ولا فدوة. يلا يا الله بسم الله بسم الله. شغله شغله ما يقطع ضاع وما يقطع الفيديو. شغله عود يقطع الفيديو ما يقطع بس. لا لا بالعرض. لا 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 ضحكني. لا سوي سوي عدل سوي عدل. ايه ضحكني مشان كون صار ضحك. يعني ما تضحك هاي ليش؟ كان امي قصع وقال لي قال لي اقول لك. قلت له ها سكت ويرجع يسكت ويقول لي اقول لك. قلت له ها ويرجع يسكت. ضحكت الصغير يقول لي ضحكت قل لي ايه باعت من ورايا ايش هسوي علاوي؟ لا علاوي علاوي جسمي صاعد مو؟ عندنا نتفرج ونشاطين حلال بس انا شاطين حرام. هو الوجه ذا واحد جسمه انا خلصت التمرين بس على واحد علي جوحي بعد راسي قوي بعد روحي كبير. اخذنا جري اي والله وراح اخلص وروح المكان ان شاء الله. هذا المكان بعد كم يوم راح تشوفونه في سبرايز يقتل. اي والله ان شاء الله ان شاء الله ضامينا عنكم قريب. حبيب علاوي طبعا زين راح يصير الكل بالكل حبيب والله. اتشرف اخوي الكبير والله. عشرة طويلة وياك علام. اي والله وكلها حلوة ما شفنا منك شيء مثل بصيصة. صدق وين سوى بي الدهر؟ راح يطلع راح يطلع كبير صغير عزيز. شطيطة 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 شطيطة. اي والله علام وهي صدق حلوة القرآن. كل اسبوع تكلم قال لك السبوع الجاي ازرع ولهزه بعد. اي عمي هسه قرب عليك كلش هسه شباب احنا جايين نحكي على حيدر محمد يعني اللي ما يعرف بالجديد ايش طايطه منكم. الله والله كنا نتناكر وعرايكم مشاكل هذا 24 ساعه جماعي الله يوم. مساء الخير يا بعد العين والعافيه شلونكم؟ حلوه هاي النظاره علي؟ طلعتني وجهي صغيره مو حلوة. شلونكم؟ شو أخباركم؟ طبعا خلص التمرين اليوم وجيت على مود اشتري سمك فلينة كاملة جهزت لي بيها سبايدي وسبور وشانك وكل شيء. شانك؟ لا لا مو شانك ما أعرف أنا بالسمك والله ما أعرف. المهم تشكيلة مال السمك مشكل
طبعا هذا الولد اللي اشتري من عنده سمك انا ان شاء الله باكر بحيل الله الصبح بالتسعة راح اروح وياه للبحر راح نصيد هناك نجيب ويانا سمك وكل شيء حتى حوت راح اصيد باكر. يا ترى البصره يعني رقم واحد بسمك والله يعني مو لان انا من البصره واقول لكم لا يعني يعني احنا معروفين اصلا بسمك خطيه واكو بنيه من اربيل وعدتها قلت لها والله ان شاء الله بس اجي لاربيل اجيب لكم سمك لانه اختها الله يحفظها يعني مقبله على اولاده وكذا وهيك فقالت والله مشتهيه سمك من البصره قلت لها دلالين العين العين هم اصدقائي لي الله يحفظهم فكل شيء بشيء يذكر وهو حجيت يلا باي. طبعا شباب حرفيا التمرين بالقران يغير مجرى حياتك كلها. شنو تقعد الساعه ب 11 بالليل انام بالثنتين الظهر شنو يعني اقعد ب 11 بالليل بين ما كل شيء بين ما اقعد شوي على الموبايل اباوع ما ادري شنو صارت بالوحده يومي ما اشوف من عنده شيء انام الساعه ب 12 الظهر هيك نفسيه صفر الخلق مالك خلق تسوي اي شيء الحمد لله والشكر الحمد لله تقريبا اليوم ويا اليوم دخلت 13 او 12 يوم جاي اقعد كله الساعه 9 الصبح وجباتي الحمد لله الف الحمد لله يعني هواي شغلات تغيرن يعني كلش هوايه يعني حتى ذاكرتي صارت يعني احسها قويه كلش قويه بحيث اجمع الشغلات اجمعهن مواعيدي اجمعهن و بنقره واحده كلنا خلصنا النوم. ليش؟ لانه كواهز عندي بالتمرين يعني كل شيء اقدر اسوي. يعني قبل 13 يوم انا احكي لكم والله العظيم مالي خلق اسوي اي شيء نهائيا، مالي خلق نفسي. بس الحمد لله والشكر تغيرت جذريا يعني، فانصحكم شباب والله العظيم انه انا مو يعني بس انصحكم نصيحه بالله بالله قسم بالله اللي نفسيته تعبان اللي مقهور اللي يحتاج انا قبل 13 يوم 14 يوم كنت اقول اريد دكتور نفسي لان انا نفسيتي كلش تعبانه. بس الحمد لله هسه ما احتاج اي دكتور ولا احتاج اي شيء، لانه اقعد ساعه بالتسعة الصبح اكل وجباتي اشرب بروتيني انام على وقت انام بالثنتين. فقلت لكم يعني الحمد لله والشكر جاي انام على وقت اقعد على وقت اكل وجباتي مهتم يعني بشغلاتي اللي انا اخليهن ببالي نوب بعدين اسويهن. الف الحمد لله والشكر. وثانيا انا مقبل على عمل يعني كلش ضخم. وهذا العمل يعني يحتاج حتى جهد من عندي جسدي راح يطول يعني تقريبا شهر او شهر ونص ان شاء الله بحيل الله او اكثر من شهر يعني تقريبا شهرين او ثلاثه يعني بالاكثر. بهاي الثلاث اشهر المقبله راح يعني تشوفون تغير جذري بجسمي. وثانيا نخلص الثلاث اشهر وراح نباشر بتصوير العمل ان شاء الله يا ربي. هذا العمل راح يكون عمل ناري ودمار لان انا متاكد 100% يعني جاي اتخيل الموضوع اللي هو راح يصير. والحمد لله والشكر ماكو شيء ما خليته ببالي ما سويته الف الحمد لله. فشنو اريد من عندكم؟ اريد من عندكم انه يقول لك هو دعوه الغريب مستجابه، اريدكم تدعوا لي لانه انا شوفوا والله العظيم كل ما احاول ارتب حياتي لازم تطلع لي سالفه عوجه، لو مشكله لو ما ادري شنو، لو يجيني واحد تافه من اصدقائي يعوجني عوج ويخليني اعوف التمرين الالتزام. بس هسه حاليا لا مبتعد يعني مبتعد ابتعاد عن العالم بشكل مو طبيعي. يعني انا اقول لكم عندي اصدقاء بالجيم اثنين او ثلاثه جاي التقي بيهم بالليل اشوفهم الساعه 12 راجعين للبيت بالوحده راجعين وحده ونص يعني خلاص وقت نوم التزام حلو. صدق اصحاب السوق ما يفيدون والله. حبايب العسل اللي نشرته جابوا لي هديه من خارج العراق. هذا العسل ان شاء الله راح اسافر لانه شفت كلش هوايه رسائل اجتني بخصوص هذا العسل. اقول لك زين هو هذا فاتح للشهيه؟ لا هو مو فاتح للشهيه ولا ايش، هو عسل طبيعي يعني هو العسل به هواي مكونات
مكونات العفو وبي فوائد هواي، يعني كلش بي هواي فوائد. بس ما عبالكم يعني انه انا اقول لكم اصلي على مود يعني مثلا يعني اخليكم تسحبوا له وتطلبوا، لا هو اصلا هديه جايني هذا، وثانيا هو اصلي 100%. يعني انا ما يوم جربت اصلي يعطيني علبه هالكبرها متروسه عسل يا ببيش 45، ما يكو عسل اصلا 45 غير سعره يطلع بال 700,000 مثلا 800,000 هذا الحجم اللي هيك. على العموم اتفقت ويا الولد صديقي، قلت له بشرفك خل نسافر ونروح للمنحل مالتكم، هو شي يسموه المنحل ما ادري شنو، قلت له نروح هناك ونلبس هاي البدله ونصور على مود اذا ان شاء الله اذا الله سهل وراد اطلع المتابعين عمود يطلبوا. قال اوكي ماكو مشكله. المهم والحمد لله على كل حال، طبعا انا مقبل على هاي الثلاث اشهر الجايات اللي هن بالنسبه لي صارمات، على مود ان شاء الله نخلصين وندخل ونصور العمل. العمل انا ما حاكي بيه ولا قايل شنو، بس راح يكون مفاجاه للجميع وراح تنصدمون، راح تقولوا زين انت مستحيل يعني لو اقول لكم ايه، فتوقعوا شنو هذا العمل. وثانيا اللي يعرف والله ادز له ساعه قبل الترا هديه اوكي، بس كون يعرف صح يلا. حس انا منتظر الولد يكمل يجهز لي الفلينة مات السمك على مود انطلق بعد وباكر ان شاء الله بالبحر. انا باكر بالبحر باكر شعدك رايح للبحر شعدك بالله اطلع لك كوسج خلي نروح سوا نشوفه بالله كمل ما كمل. شوف هسه باعه مو هدوء مو هدوء، بس خلينا ننزل من السيارة. تو 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 بعدني ما نازل. هوسه 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 يا علي ابو الحسن بسم الله. ذولي اصدقائي دائما اخذ من عندهم. ها حبيبي كملت يا عمري عاشت ايدك خوش خليت بيها شغلات. ها ممنون يا ورد. ايوه كلها زبايدي توكلنا عليك يا رب. جديد ورايحين للتمرين بوقت متاخر اليوم، لان البارحه صار عندي شغل ونمت متاخر تقريبا الساعه 6:15 الصبح نمت، رغم انه انا معدي النوم توقع الساعه 9 تخيل، بس ان شاء الله اليوم معالج هذا الموضوع. يواعد بيه كله كذب يواعد بيه. انت شلون وياك؟ حاجز مكاني ولد جاني قلت له ما صاحبي ولك يوم مهلي يوم مهلي ابو شو اخبارك؟ بدور عليك مشتاقين يا بعد قلبه علاوي. هلا والله امتى بلش؟ شوف علاوي صار لي 50 ثانيه من بلش. علاوي سؤال فدوه ايش قد تحبه؟ قد الدنيا قول والله. شوف صارك نعم زين لمحمد داوي قد الدنيا والله. هلا انت خش ولا فدوة والله على جوحي خشوة والله فدوة. يلا يا الله بسم الله بسم الله. شغلة ما يقطع ضاع وما يقطع الفيديو شغلة عود يقطع الفيديو ما يقطع بس علاء بالعرض علاء ضحكني. لا سوي عدل سوي عدل ايه ضحكني مشان تكون صادق ضحك يعني ما تضحك هاي ليش كان امي قصع وقال لي قال لي اقول لك قلت لها سكت
ويرجع يسكت ويقول لي اقول لك قلت له ويرجع يسكت الصغير يقول لي ضحكت قل لي اي باعت في الوراي شو علاي لا علا علا جسمي صاعد مو طبعا احنا نتمرن حلال بس انا حرام شباب انا هسه حاليا خلصت التمرين بالطابق الثاني اللي هو مال كمال اجسام لكن هذا الطابق الارضي اللي هو يخص الملاكمه والتدريبات يعني هواي اشياء هنا راح تشوفوها وبمرور الايام راح احكي لكم عن كامل التفاصيل اللي تخص بانثر زين هالكابتن جاي يدرب وهنا الشباب هم مشتغلين ان شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم حلوه الرياضه حلوه الرياضه احلى من النوم احلى من النوم والاهمال والكسل حلوه حلوه الرياضه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله صلى على محمد طبعا قاعه بانثر هي مو هي بالنسبة لي قاعتي يعني هاي بصراحة يعني الناس اللي بيها الحلوة الناس الطيبة اللي تسموني بوجهك دائما يساعدوك بالتمارين يشجعوك يحفزوك يعني قاعة متكاملة وبيها فرع ثاني أيضا فرع مالتها الـ VIP الثاني إن شاء الله ما أحكيكم عن كامل التفاصيل مالته بس مو بهس مو بهالوقت غير يوم إن شاء الله شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تفاعل الأطفال يعني مبدئياً والملاكمة والتدريبات الطابق الثاني الكمال أجسام والطابق الثالث اللي هو يكون نساء ما شاء الله عليهم خلصنا تمرين نسوي ضحك